مرحبا، اليوم عنا مراجعة بالاديشن سبتراكشن. هنبلش سوا. عنا هلا بدنا نتذكر الاديشن او الجمع. اوكي، 2 + 1 = 2 = 3. نكتب 3 + 2 = 4 = 5 = 6. يعني صار عنا 6. 5 + 3 = 5 = 6 = 7 = 8. Okay, and that's all. 863. Okay, come on, 43 + 26. من بلش نحنا دائما بال ones. 3 + 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 4 + 2, 4, 5, 6, 69. نوصل لهون عنا 37 + 50. 7 + 0 = 7 + 0. يعني زي المشي بتضل 7. Okay. 5 + 3 = 5 1 2 3 = 8. Okay, 87 59 + 40 9 + 0 = 9. Okay, 5 + 4 = 5 6 7 8 9 99. 22 + 51 = 2 + 1 = 2 + 1 = 3. Okay, 2 + 5 = 5 6 7 73. Okay, واضحين او subtraction. Okay, جاهزين. عنا 986 - 537. 6 بنبلش عنده 6، ما فينا نقيم منها 7، يعني 6 ما فينا نقيم منها 7. فبنستعين واحد من وين؟ من ال 8 اللي هي بال 10، بصير معنا 16. من ال 7 لل 16 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. يعني عندنا 9، نكتب 9. طيب 7 - 3، هاي 7 - 3 1 2 3. قديش ضل عنا؟ 1 2 3 4 4. 9 - 5، عنا هيدي 9 - 5 1 2 3 4 5، طلع عنا 4. يعني صار عنا الجواب 449. كمان مسألة جديدة هون، 6 - 556 - 187. منبلش نحنا بالوانز، 6 أقل من السبن، فمنستعين من هون من إيم، بتصير هاي 4 و 16. من 7 ل 16 بيطلع عنا 9، مثل هلا من شوي حسبنا. طيب 4 - 8، 4 - 8، كمان ما فينا نظبطها، فمن ام 1 من هون بتصير هاي 4 وبصير هاي 14. ال 8 لل 14 8 9 10 11 12 13 14، يعني 6. 6 هون 4 - 1 4 - 1 بصير عندنا 3. يعني عندنا الجواب 3369. يعني بيصير عنا الجواب 369. اوكي، هلا بالنهاية بتمنى ان تكونوا فهمتوا الدرس او المراجعة اللي عملناها، وكمان تابعوا مع الاساتذة على برنامج زوم. يلا عنده اسئلة بيسألها للاستاذ. اتفقنا؟ يلا باي.